أسعد الله صباحكم بكل خير. تستمر الأشواط والمنافسات والتحديات من هنا من أرضية هذا الميدان ميدان المصير، وينطلق في هذه اللحظات خامس الأشواط للحقائق الأبكار. نتمنى التوفيق لجميع المشاركين. الصدارة والمقدمة والمركز الأول والصدارة والانطلاق الأول. شعار فاران بن قريع الذي ينطلق مع الغزيل على ما يبدو لي محمد بن فاران بن عتيق آل بريد المري، ينطلق مع الصدارة ومع المقدمة ثاني المراكز وثاني التحديات. ترى الوصول والقدوم لحظات، وسوف نوافيكم بهذه الانطلاقات الممتازة وهذه الشعارات الذي تنطلق وكوكبة من الأسماء وكوكبة من الشعارات هنا تتراكم في موقع واحد. الصدارة والمقدمة مع انطلاقة وتحدي حدث عتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري، يقدم لنا حدث مع الصدارة ومع المقدمة ثاني المراكز وثاني التحديات. أرى الوصول من قبل شواهيل لراشد بن علي بن شجاع بن علي آل فهيد المري، يقدم انطلاقة وتحدي شواهيل مع المركز الثاني ثالث المراكز. تقدم هنا أيضا تتواجد هنا كرارة لسالم بن جابر بن علي بن فاران المري، يقدم الانطلاقة كرارة مع المركز الثاني. يرى الدخول والتسلل والانطلاق من قبل نوى لعلي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق المري، يقدم لنا نوى مع المركز الثالث. يرى الدخول والتسلل من قبل إثبات لحمد بن ناصر بن هادي بن حدوان المري، يقدم لنا إثبات بينما المركز الثالث تتراجع. هنا حدث لعتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري، بينما المركز الرابع ورابع التحديات شواهيل لراشد بن علي بن شجاع بن علي آل فهيدة، يقدم لنا انطلاقة وتحدي شواهيل مع المركز الرابع. وهذا الدخول والتسلل من كرارة لسالم بن جابر بن علي بن فاران المري صاحب نقطة بن فاران مع أول الأشواط الرئيسية للقعدان، وها هو ينطلق ويبحث عن النقطة الثانية في هذا الصباح. على المركز الخامس أرى الدخول من الغزيل الذي تقدم عن انطلاقة محمد بن فاران بن عتيق آل بريد المري، يقدم لنا الغزيل. وأيضا الدخول والتسلل من قبل خيرة لحمد بن محمد بن علي البطين المري، ولكن نعود إلى الصدارة وإلى المقدمة. نعود إلى انطلاقة وتحدي شعار الصعاق الذي ينطلق متغيدا لزمام الأمور بهذه الانطلاقة الممتازة، ليقدم لنا انطلاقة نوة مع الصدارة ومع المقدمة. ولكن أرى الدخول والتسلل من قبل انطلاقة إثبات لحمد بن ناصر بن هادي بن حدوان المري، يقدم لنا إثبات مع المركز الأول ومع الصدارة. يتراجع الصعاق، شعار الصعاق الخطير اسمه الكبير، مع المركز الثاني ثالث المراكز وثالث التحديات. أرى الوصول وقدوم من كرارة لسالم بن جابر بن علي بن فاران المري، يقدم انطلاقة كرارة مع المركز الثاني بينما الثالث بينما المركز الرابع ورابع التحديات. الوصول من خيرة لحمد بن محمد بن علي البطين المري، يقدم لنا أخيرا مع المركز الرابع المركز الخامس حدث تقدم مع محمد العتيق بن فاران بن عتيق آل بريد المري. الصدارة نعود إلى المقدمة ونعود إلى كرارة الذي انطلقت الذي تسللت إلى الصدارة وإلى المقدمة، تبحث عن النقطة الثانية في رصيدة سالم بن جابر بن علي بن فاران المري، يقدم انطلاقة كرارة مع الصدارة كرارة مع المقدمة. كرارة لسالم بن جابر بن علي بن فاران المري. الذهبي
ويحقق النقطة الثانية في صباح هذا اليوم. لله درك يا الذهبي، لله درك يا أبو جابر على هذه الانطلاقات، على هذه النوعيات الفاخرة، على هذه النوعيات الذي تنطلق والذي هنا تنطلق وتندفع مع الصدارة. أرى الوصول مشعار من دلموك ينطلق مع المركز الثاني، ولكن كرارة تقلع إلى الصدارة وإلى المقدمة، تقلع مع المقدمة مع هذا الشعار، مع شعار بن فران. سلام يا الذهبي، سلام بو جابر، سلام لسالم بن جابر بن علي بن فران المري على هذا الفوز والانتصار. لله درك يا ابو جابر على هذا الفوز. ثاني المراكز وصلت منتهى لجابر بن فرج بن حمد بن ناصر بن دلموك المركز الثالث، التدخيرة لحمد بن محمد بن علي البطيل المري المركز الرابع، وصلت اثبات لحمد بن ناصر بن هادي بن عدوان المري المركز الخامس، من العين لأحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. تهانينا والمبروك.